النهارده. حسن الناصح بكار الشواء. طيب انت بتبيع ايه؟ انا ببيع نعام وزان وببيع عجول بقري كندوز صغير. النعام بالنسبه للنعام بقى احكينا على النعام وقصتك مع النعام. النعام ببيعه 70 جنيه. طب وفي اقبال بقى بره بيتباع بكام؟ ب 220. 220. طب وانت ليه بتبيع بالفرق الكبير ده؟ انا بجيب جمله. بتجيب جمله؟ باخد مزارع مقفله على بعضيها. طب وفي اقبال بقى عليه بقى؟ في اقبال ما في الاحياء الشعبيه مفيش حاجه واقفه. يعني كل الاحياء الشعبيه بتاكل لحم نعام ولحم غزال. الناس بتشتري منه. ولحم النعام نزل سعر اللحم البلدي. طب قالوا قد ايه بقى ان هو مؤثر على لحم البقري؟ من ابتداء الثوره. اللحم البلدي انخفض. ليه اشمعنى؟ مفيش حركه والعرض كتير. العرض ياما. بس هو اللحم البقري كده مش منخفض، اللحم البقري مرتفع مساوى بقى متقارب شويه مع اللحم النعام. لا اللحم البلدي ده ناقص بس الغلا ده الصناعي. انا كجزار اللحم بينزل انا ما بنزلوش، ببيع زي السعر الاولاني. لكن اللحم انخفض. واحنا بنبيع اللحم البلدي العجول الكندوز ب 50 جنيه. هنقص من لحم النعام 20 جنيه، لحم الكندوز وبلحم المحلات وعند الجزارين ب 80 و70 و90 و100 جنيه. احنا بنبيعه ب 50 جنيه اللحم العجاني. ولحم النعام ب 70 جنيه. ولحم الغزال ب 180 جنيه. وبيتباع بره لحم الغزال بكام؟ لحم الغزال بيتباع ب 420 بره. 420. وبرضه عشان انت بتجيب بالجمله. انا بجيب بالجمله. وبرضه باقل مكسب. وسعر اصلا النعامه بيتراوح ما بين كام؟ نعم. سعر النعامه بيتراوح ما بين كام؟ يعني بتتراوح بتاع 7 8000 جنيه الواحد. النعامه. النعام الغزاله. الغزاله 7000 جنيه. النعامه بتخش لها في 4000 جنيه 4200. طب وحد في ناس بتيجي تشتري منك نعامه كامله كده؟ بتشتري مني نعامه كامله كده وتروح تبيعها في مناطق ثانيه ب 220. لكن انا ببيع ب 170. ب 70 جنيه. ب 70 جنيه. طب وفي اقبال هنا بقى في المنطقه عندك لل في اقبال للاحياء الشعبيه ياما عشان ما كانوش بياكلوه. كانت الملوك بتاكله والوزراء كانت بتاكله. دلوقتي انا باكله للفقير. ب 70 جنيه كيلو. طب وبالنسبه انت قلت ان في دهن لل انا الدهن بتاع النعامه انا بفرقه صدقه لله. هو اصلا بيتباع بره بكام؟ بيتباع ب 120 و200 جنيه. انا ببيعه ببلاش، بدي للناس ببلاش عشان اللي رجله وجعاه اللي ظهره وجعه انا مطلعه لله حسنا. طيب بالنسبه برضو للنعام، هل بيبقى في حاجات تانية متطلبات؟ البيض، في بيض للنعام تبيعه او حاجه زي كده؟ لا مفيش حاجه تانية غير الشعر. الشعر بتبيعه؟ بنبيع الكيلو ب 300 جنيه. مين بقى اللي بيجي ياخده منك يا حاج؟ بياخدوه مني مصانع بتيجي تعمله مراوح. مراوح بتاخده ب 300 جنيه. ده بالوزن بالكيلو ولا بياخدوا الجلد يعملوا جزم غاليه. بياخدوا الجلد بكام بقى منك؟ بياخد الجلد ب 220. طيب وبالنسبه بقى للغزال، في اي حاجه تانية؟ الدهن اللي بياخده؟ الغزال بنبيع الجلد وبنبيع الراس بيحنطوها ويعملوها يعني حاجه منظر كده بيحركوا لها لون في عينيها وتبقى غاليه. راس الغزاله بتخش لها 700 800 جنيه. هل يا حاج بتقابل في حد بيحاربك وانت كل الناس بتحاربني بس انا معايا ربنا. عشان تفاوت الاسعار؟ كل الناس بتحاربني انا معايا ربنا بس. بيحاربوك ازاي؟ بيعملوا ايه بقى؟ بيهددوك او بيشربوا معايا؟ انت بتغلي ليه؟ بتنقص الاسعار ليه؟ بس انا تيجي معاهم اقول لهم والله انا راضي بما احسن الله. طب انت مسمي ليه نفسك الشجاع؟ الجزار الشجاع؟ عشان انا شجاع بحارب الغلا وهفضل طول عمري احارب الغلا وهفضل طول عمري اكل الفقير. لا مؤاخذه لما اكله اللحمه الكندوز العجان ان شاء الله ب 30 جنيه. الله يبارك فيك يا عم. بتذبح كم نعامه في اليوم؟ بذبح 3 4 5 يوميا. واللي كل اللي بييجوا يشتروا منك من اللي هم اهل المنطقه؟ اهل المنطقه وغير المنطقه ومن جميع المحافظات. في ناس من المشاهير بييجوا يشتروا بياخدوا منك؟ كل ظباط ولواءات وموظفين ومديرين كله بيجي يشتري مني. بيبقى اليوم الخميس والجمعه العربيات هنا
بالخمسين عربية يشتروا مني نعام وغزال. اشمعنى بقى الجمعة والخميس؟ بيبقوا فاضيين. بنذبح أكتر بقى الجمعة والخميس عشان بيبقى الزباين كتيرة. اسمك ايه؟ أنا. انت بتيجي تشتري نعام؟ ايوه بشتري نعام. اشمعنى بقى؟ عشان حلو وطعمه حلو وفي شفاء للناس وكده وكويس. انا يعني لقيته يعني كويس وكده وعندنا في الشارع طلبوه كتير. وكذا واحد يعني اشتروا وانا من اهل الحته هنا. طيب سعره بالنسبه مريح؟ اه طبعا. 70 جنيه مش حاجه يعني. يعني شكله متقارب مع اللحمه. متقارب ايوه مع اللحمه وهو في فايده اكتر من اللحمه. على طول باستمرار بيشتغل. اه انا خدت منه جي 3-4 مرات وخدت الدهن لوالدتي عملت بيري بيها وطهراها كويس. بس يا طب وبالنسبه للغزال برضو بتشتري غزال؟ اه الغزال اشتريناه ادهولنا برضو بسعر برضو كويس. ولحمه عجبكم؟ لحمه كويس جدا وبعدين بيحارب الغلاء يعني ب 45 جنيه وب 50 جنيه ما فيش حد بيبيع كده. ده اللحمه المستورده اللي هي في الشوادر ب 50 جنيه وبعدين بيذبح قدامنا. شكرا.